لا التنظيم. تنظيم الدولة الإسلامية. شنو عملك بالتنظيم يعني؟ اختصاصك شنو؟ هو كان يعني أنني أسوي تبخير. اختصاص تبخير. تبخير شنو؟ تبخير سيارات. أي شنو العمليات اللي نفذتها؟ نفذنا عمليات على طريق الصناعة مفخخة. كم سيارة؟ تقريبا 4 حوالي 5. أي؟ نعم سيدي. استهدفتم منين؟ استهدفنا البشمركة. مرتين استهدفنا البشمركة. ومرة شرطة. ومرة يعني شرطة والأخرى اعتقد هن ذني واغتيالات مالت شرطة تازة. وين العملية صارت؟ العملية قرب الفلكة هاي. قبل كانت الفلكة هسا جسر. هاي السيطرة كانت موجودة. اي وقت التنفيذ؟ وقت التنفيذ بالأربعة ونص بالخمسة يعني بالأربعة ونص عادي. ليل نهار؟ ليل فجرا. شتى الدنيا كانت من يعني أعداد الشرطة كتبتوا؟ أعداد الشرطة 5 كانوا مقتولين. 5 الأسلحة استخدمتوها؟ مسدس 9 طائر كاتر وتذكرة شكافات. وبعد العمليات اللي نفذتوها نصبتوا عبوات؟ اي عبوات على طريق الصناعة. نعم. وبعد النوم؟ نعم سيدي. التحقت التنظيم داعش؟ التحقت التنظيم داعش ورا ما دخلوا الحويجة. شنو المعارك اللي اشتركت بيها العملية؟ معارك أمرلي. اي ومعارك مكتب خالي. ايش كنت تتقاضى راتب؟ تقاضى راتب حوالي 250 دينار عراقي. زين يعني التنظيم؟ اي شنو الأسلحة اللي استخدمتها؟ أنواع أسلحة يعني من شكل كلاشنكوف، آر بي جي، إم بي 4، إم بي، يعني هيك دبابات عندهم، عندهم حمرات مفخخة، زرع عبوات على الشارع، آر بي جي، سيفن، يعني سبي جي 9، فنادق كوم، أنواع أشكال عندهم أسلحة، دوشكا 14. نعم، أكو مقاتلين يعني من غير دول إلىكم؟ أكو بس يعني ما كانوا يظهرون يعني وقت اللي يصير معارك يظهرون. من أي دول يعني؟ تونس، أمريكان. إيرانيين، نعم. عراقيين يعني، اليمنيين أنواع يعني من كل جميع أنحاء العالم. قوميات أخرى يعني؟ قوميات أكراد موجودين. إيه. تركمان. نعم. حتى أكو موجودين يا مشروبية يعني. زين يعني من خلال وجودك بالتنظيم وطيلة هذا الفترة يعني أنا من التنظيم له علاقة بالإسلام. ما يدعم بالإسلام بس ما يعني إسلام بريء منهم. نعم. بالنسبة لك أكو خلايا يعني داخل التنظيم؟ إيه أكو خلايا. منو يديرها يعني؟ شلون تديرها؟ يديرونها داخل يعني داخل شغلتهم يعني سرية حيل يعني ما يقدر كلهم يطلعون. زين. بالنسبة للصحفي معلومات على الصحفي. أخذت تنظيم الحويجة فما يعرف أخباره. زين. مسؤولين التنظيم. مسؤولين التنظيم. عراقيين، عرب، أجانب. سيدي عراقيين وكو أجانب أنواع أشكال يعني تلقى قوميات كثيرة فيها. الطرق يعني بالنسبة للطرق الرئيسية اللي حاليا تحت سيطرة داعش. يعني سالكة لو بيها مخاطر. يعني اللي يدخل بيها ما عنده عقل. ما يطلع. شو واجد يعني؟ شو يعني أنواع أشكال الفخاخات تلقى. مع الشارع عبوات يعني يجي يعني شلون تقصد عبوات يعني مزروعة الطرق كلها اي مزروعة كل الطرق زي الانتحارية اكو موجودين اي لحظة مئات قوميات الانتحارية انتحارين اكثريتهم يدعون عليهم منهم مهاجرين شو يقصد بالمهاجرين يعني تونسيين جاي من غير بلد سيارات مفخخة اكو موجودة سيارات مفخخة انواع همرات تلقاك وذني المرزي هاي التعبانة يعني مثل عاطفة يفخون ويذبون على الطريق. ايه. هي شاشة شغلاتهم. يعني من خلال هاي وجودك هاي الفترة. نعم سيدي. يعني هاي الأفعال اللي يقوم بها التنظيم لها علاقة بالإسلام. سيدي ما لها صلة بالإسلام، الدعم بالإسلام بس الإسلام بريء منهم.